فيكن عبر بودكاست مي مكان المهارات الأفضل. اليوم الموضوع اللي عم نحكي فيه موضوع مشوق، كل حدا منا بيبحث عن السعادة، والسعادة عادة هيك بيقولوا. اليوم الموضوع هو كيف أصبح سعيد، يعني كيف بتكون سعيد. انت وقلتي عم تسمعوني هلأ، خليكم معي، موضوع شيق كتير وبده شوية تركيز وتفكير. يلا نبلش. أساسيات السعادة والحياة المهمة. رح أحكي لكم قصة. القصة بلشت انه في بنت صغيرة كانت عايشة حياتها وهي دائما مكتئبة، وكانت عند منها أساسيات صغيرة بالحياة ما بتهمها. بيوم من الأيام بس اكتشفت أنه عندها مرض السرطان، عرفت أنه الحياة ما بتوقف عند الأكل والشرب والنوم والزواج. بعد ما كبرت البنت وصاير عمرها بهالعمر، وحبت تقعد تركز مع حالها، وبلشت بهي الأساليب الأساسية لسعادة مطلقة، واليوم رح نحكي فيها. خلينا نبلش نحكي بمواضيع السعادة وكيف الإنسان بيكون سعيد بلمحة بصر. لا أكيد ما رح أقلكم كيف رح تكون سعيد بلمحة بصر، بصراحة إيدك بإيدي رح نكون مع بعض ونمشي على طريق السعادة. خلينا نبلش. أول نقطة، الاتصال بالحبايب، يعني خلينا نكون قريبين من الأهل والأصدقاء. لو كنت ومفكرين هن حابينكم أو لا، فما عليكم غير إنكم تزرعوا بأنفسكم مشاعر السعادة لنعلي مستوى هرمون السعادة. نحن بحاجة للمسامحة. يا أبو قلب أبيض ويا أم قلب أبيض اللي عم سمعيني، صدقيني اللي بيموت بحقده هو الإنسان الحقود. أما الإنسان الطيب بينام على المخدة وباله مرتاح، وتاني يوم بفيق وكله راحة وفرح. من أول النقاط لنساعد نفسنا على السعادة واكتسابها بطريقة سهلة وحلوة هي إنكم تساعد. لا تضغط على حالك ولا تحقد، وكمان خليهم يحكوا لي بالدنيا، انت كتير صريف وانت كتير ظريفة. أما النقطة الثانية اللي كتير العالم بتنصح فيها وكل حدا سمعتوه عم يحكي عنها، هي إنكم تمارسوا رياضة. الرياضة من الشغلات اللي كتير حلوة، بتساعد الشخص على أدائه، والسعادة والاطمئنان نضخوا بقلب قلبه ولحتى بعقله. الشغلة كتير مرتبة لتكون ضمن هاي الحياة إنك تحرك دمك، لأنه المي إذا سبتت بمكان شو بصير فيها؟ بتنتزع. فتصور إذا كان عندك مساحة من الغضب والقلق والخوف والوهم، إذا ما حركت دمك ما بتشدد. النقطة الثالثة اللي عم نحكي فيها هلأ حاليا هي الانخراط بالأنشطة الترفيهية. عندك هواية اعملها، بتحب تتفرج على التلفزيون والسينما، روح، بتحب تقعد مع رفقاتك تلعب شدة وتستمتع بالوقت، كتير عادي انه تكون في عندك وقت تستمتع فيه بالبر وتروح بالبحر وتصطاد وتغوص وتعمل شغلات اللي بتحسها عن جد ترسم على شكل بسيط. النقطة اللي بعدها، أنا سعيد. لو كان عندك مشاكل، كل حدا منا عنده مشاكل، أنا عندي مشاكل وأنتوا عندكم مشاكل، بس هذا ما بيعني إنه نحنا ما ندعم أنفسنا، لأنه ما بيحب جلدك غير ضفرك. وكيف ممكن تشعر بالسعادة إلا إذا أنت قلت إنه أنا سعيد ولعبت دور السعيد لفترة زمنية؟ وصراحة سمعت العديد من الخبراء والباحثين بيقولوا إنه الإنسان إذا قرر كل يوم الصبح يفوق وبيوم معين يقول أنا اليوم ما في حدا لح يزعجني لأنه قررت تكون كتير مبسوط وسعيد، إيه تصبوا، حاولتوا جربوها وخبروني رأيكم. أما بالنسبة لشراء السعادة، بتقدر تشتري السعادة. كيف يا حزرك؟ بتقدر تشتري كاميرا رقمية جديدة وتتصور بزفاف أختك، وممكن تتصور بزفاف حدا من الناس اللي بتحبهم، أو تاخد تساعد حدا مسكين ممكن، أو تطعمي قطة، تدير بالك على حيوان، أو حتى تشم الوردة وتشوف لون السماء وحركاتها وتشوف حركات الطيور. تأمل يا رعاك الله. أما من المواد اللي كتير حلوة إنه ممكن تجيب لك السعادة هي الروائح الزكية. من النقاط الرئيسية اللي بتساعدك على السعادة هي إنك تشم ريحة البارفان الفريكنس، لأنه هدول تعطيك حركة وشعور بالمشاعر. بينصح العلماء باستعمال شموع بجو منخفض، موسيقى هادية، وكمان حمام بمي سخنة مع شمعة الفانيلا، ريحة الفانيلا بالبيت، وهيك بتوصل للسعادة اللي بدك اياها عن طريق الحواس الكيميائية. بتفتح لك رائحة الشم أكتر وبتعطيك سعادة أكتر، ترخي الأعصاب. إذا حبيت هذا البودكاست لا تنسى تتابعني عبر منصات السوشيال ميديا، وكمان تتعرف علينا أكتر، خبرنا رأيك بعد عن هذا البودكاست وشو بتحب تسمع أكتر عن المعلومات الجديدة. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم قريبا عبر المنصات، واسمعوني دائما لتوصلكم الأفكار.
كنت معكم أنا كيندل كاتب عبر بودكاست مي. بودكاست مي مكان المهارات وصنع المستقبل.